سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا يؤكد أن الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الحرية الدينية بواشنطن شكل مناسبة للتعريف بخصوصية التجربة المغربية وبمركزية دور مؤسسة إمارة المؤمنين. بالدار البيضاء، البنك الإفريقي للتنمية ينظم لقاء ترويجيا للمنتدى الإفريقي للاستثمار الذي سيقام بجنوب إفريقيا نوفمبر القادم للتعريف بأهمية هذه التظاهرة وأهدافها. اختتام فعالية النسخة 28 لموسم الولي صالح سيدي رحالة البودالي بقلعة سراغنا بطابع صحراوي موريتاني إفريقي وحضور أجواء الفروسية التقليدية. مستهل النشرة من واشنطن، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا أن الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الحرية الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية على مدى 3 أيام شكل مناسبة للتعريف بخصوصيات التجربة المغربية وبمركزية الدور الذي تطلع به مؤسسة إمارة المؤمنين والأعمال التي أنجزتها الملوك المغاربة من أجل خلق فضاء ملائم لحرية الأديان. خديجة الجمالي. اجتماع وزاري هو الأول من نوعه، واستدعاء المغرب للمشاركة فيه اعتراف بالتجربة المغربية الفريدة في مجالات تعايش الأديان والحضارات، حيث يوفر المغرب من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين مظلة حامية للتعايش بين الأديان واحترام حقوق أتباعها ومعتنقيها. أنا قادم من بلد يوجد في ملتقى عدد من الحضارات، بلد شهد على مدى قرون تاريخا طويلا من السلم والتعايش بين الأديان. لقد تعلمنا من التجربة المغربية أن القيادة القوية والحكيمة وقوة مؤسسات الدولة كفيلة بضمان وحماية حرية الأديان. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة استحضر خلال هذا الاجتماع محطات مضيئة في تاريخ المملكة، مذكرا باستقبال المغرب في القرن 15 لليهود الذين تم طردهم من إسبانيا، ورفض جلالة المغفور له محمد الخامس في الأربعينيات ترحيل اليهود المغاربة أو تطبيق قوانين فيشي ضدهم. مواقف تاريخية تستمر في مغرب اليوم في عهد جلالة الملك محمد السادس. اليوم وبفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس يحافظ المغرب على مسار التسامح من خلال تأكيد الدستور المغربي على أن الرافد العبري يعد من روافد الهوية المغربية، إضافة إلى العمل المباشر الذي يقوم به جلالة الملك للحفاظ على هذا الموروث من خلال ترميم المقابر اليهودية وأماكن العبادة والحفاظ على أسماء الأحياء اليهودية. كما أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يتوفر على أكبر تعداد للجالية اليهودية بالعالم العربي، فضلا عن ضمه لأكبر عدد من أماكن العبادة والمقابر اليهودية وكذا مجموعة من الكنائس. اجتماع أكد خلاله المغرب على أن الريادة على أعلى مستوى داخل الدولة شرط أساسي للحفاظ على حرية الأديان التي ترتكز أيضا على احترام الأديان الأخرى ومواجهة كل مظاهر التبشير وظواهر التشدد والتطرف الديني، إلى جانب أهمية التربية كعنصر أساسي لزرع قيم التسامح الديني. الاجتماع يسجل مشاركة وفود تمثل حوالي 80 بلدا وكبار المسؤولين الأمريكيين وقادة دينيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية من مختلف دول العالم. وبنيويورك، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أمس بالتزكية السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية نائبا لرئيس المجلس لدورة 2019 باسم القارة الإفريقية. ويجسد هذا الانتخاب الذي يعد عربون ثقة ودعما من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا لجهود المغرب في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يشكل في واقع الأمر فرصة لتعزيز رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تكرس التزام المملكة الراسخ بالنهوض بالتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
في المجال الاقتصادي، في إطار جولته الترويجية للمنتدى الإفريقي للاستثمار، نظم البنك الإفريقي للتنمية لقاء بالدار البيضاء صباح اليوم للتعريف بأهمية هذه التظاهرة وأهمية المشاريع التي ستقدم خلالها بجنوب إفريقيا نوفمبر القادم بهدف النهوض باقتصادات الدول الإفريقية. روبورتاج حسن زكي ومصطفى وتع. لقاء الدار البيضاء كان المحطة الثالثة بعد تونس ومصر في إطار جولة ترويجية للمنتدى الإفريقي للاستثمار والذي ستحتضنه دولة جنوب إفريقيا شهر نوفمبر المقبل، وهو لقاء لتعبئة المؤسسات العامة والخاصة لإعداد المشاريع التنموية التي ستقدم بالمنتدى والذي سيكون بمثابة أول سوق للاستثمار بإفريقيا. إن شاء الله في نوفمبر 2018 في جنوب إفريقيا جوهانسبورغ نحاول نعبئ جميع المستثمرين الإفريقيين لتنمية القارة الإفريقية. المنتدى سيشكل فضاء مفتوحا يرمي إلى تنسيق جهود المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات من أجل دعم وتتبع باقة من المشاريع من شأنها دفع التحول الاقتصادي بالقارة السمراء في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. نسعى إلى خلق أرضية نعمل من خلالها على تمويل أغلب المشاريع الإفريقية. عندنا مشاريع متنوعة وعندنا مصادر تمويل عبر العالم تقدر بالملايير لا نستفيد منها كثيرا، لهذا فالمنتدى سيعمل على خلق جسر للتواصل بين هذه المشاريع وهذه التمويلات. وللإشارة، فالمغرب تجمعه لقرابة نصف قرن من الزمن شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، ساهمت من خلالها بإنجاز أكثر من 160 مشروعا بالتزام مالي فاق 10 مليارات دولار. وللحديث عن هذه التظاهرة الاقتصادية نربط الاتصال بالسيدة ليلى فارح المقدم، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. سيدة مقدم، ما هو الهدف من تنظيمكم لهذا اللقاء الترويجي للمنتدى الإفريقي للاستثمار؟ أهلا وسهلا. هذه الندوة الترويجية والتحضيرية للمنتدى في نشرته الأولى الإفريقي للاستثمار كانت مهمة جدا في المغرب لترويج الاستثمارات المغربية في المغرب والاستثمارات المغربية في إفريقيا. والمغرب يلعب دور مهم في تكريس وتعزيز الشراكة في إفريقيا، يعني أكثر من 80% الاستثمارات الخارجية المغربية هي في إفريقيا. بنظركم السيدة مقدم، ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها المنتدى الإفريقي للاستثمار للقارة الإفريقية ككل؟ هو بصفة عامة يعني فيه نقص في التمويل للاستثمارات الإفريقية الخاصة والعامة بحوالي 140 مليار دولار في العام، فهذا المنتدى سيساعد لتقليص هذا النقص الاستثمار بوجود مستثمرين من العالم الأجمع وصحباء مشاريع من إفريقيا ومن المغرب خاصة. السيدة أيضا فيه منص ضمان لضمان المخاطر للمشاريع هذوما. سيدة ليلى فارح المقدمة، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، لك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. نفتح صفحة الأنباء الدولية بالملف الفلسطيني، حيث رحبت فلسطين بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرارا حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد رفض قرار مضاد قدمته إسرائيل ودعمته الولايات المتحدة. في الملف السوري، رفعت قوات الجيش السوري العلم في مدينة القنيطرة بعد استعادتها من أيدي مقاتلي المعارضة الذين استسلموا، فيما تعزز دمشق من قبضتها على المنطقة الواقعة في هضبة الجولان على الحدود مع إسرائيل والأردن. إبراهيم المرسوقي. بعد نحو أسبوع على الاتفاق الذي وقعته فصائل المعارضة السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا مع الجانب الروسي، أعلن الخميس عن رفع العلم السوري في مركز المحافظة، وبهذا توشك الحكومة السورية
أن تبسط سيطرتها على كامل الخط الحدودي مع الجولان في محافظتي درعا والقنيطرة. وقد دخلت القوات السورية إلى هذه المنطقة كما يقضي الاتفاق بعد انسحاب مسلح المعارضة الرافدين للتسوية مع النظام إلى محافظة إدلب في الشمال السوري. وحسب وسائل إعلام رسمية سورية فإن قوات النظام قد تمكنت من استعادة حوالي 14 قرية وبلدة في ريف درعا والقنيطرة بعد معركة مع مسلحين موالين لتنظيم داعش في منطقة وادي اليرموك. وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن قيام مسلح داعش بشن هجوم انتحاري على مواقع الجيش السوري في بلدة عين ذكر ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات النظامية. وعلى وقع المعارك المتواصلة بين الجيش السوري ومسلح داعش أعلن عن فرار مئات العائلات من منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه الوديان والسهول القريبة من الحدود مع كل من الجولان السوري والأردن. في ملف الهجرة قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن هناك حاجة لمفوضية أوروبية جديدة بنهج جديد للسياسة المتعلقة بالهجرة، مضيفا أن أيام المفوضية الحالية معدودة مع انتهاء تفويضها نهاية العام. وأضاف أوربان وهو واحد من أقوى المعارضين لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة أن المفوضية الجديدة يجب ألا تعاقب الدول التي تحمي حدودها من المهاجرين. أعلنت السلطة اليونانية أن لديها دليلا جديدا يؤدي إلى الاعتقاد بأن أعمالا إجرامية هي ما أدى إلى اندلاع الحرائق في شرق العاصمة أثينا، بحسب ما قاله مساعد الوزير اليوناني المكلف بحماية المواطنين. ولا يزال البحث جاريا عن المفقودين في واحد من أعنف حرائق الغابات في تاريخ البلاد. بخليفرة تم توزيع منحي الدعم على حاملي مشاريع مدرة للدخل في إطار برنامج محاربة الهشاشة والفقر خلال حفل نظمته فعالية جمعوية بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في المتابعة عبد السلام خلوي، إبراهيم الغوتي وعبد الإله الشعب. شكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف المبادرات والجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسلطات وفعاليات إقليم خنيفرة والرامية إلى تعزيز البنية والتجهيزات الأساسية والاستجابة لحاجية الساكنة في القطاعات المختلفة وخصوصا بالعالم القروي. وهذه المشاريع المدرة للدخل هي متنوعة، واللي جميل في هذا التجربة هذه أنه هناك المشاركة ديال الجميع ديال المتدخلين لتمويل هذه المشاريع، وكذلك تكوين ديال الشباب قبل إعطائهم هذه المشاريع. وفي مجال دعم المبادرات الفردية وخلق الأنشطة المذرة للدخل صادقت على قبول العديد من ملفات خلق مقاولات صغيرة مذرة للدخل ب16 جماعة قروية. 30 مشروع حينما نتوصل بالمنحة ديال المجلس الإقليمي غادي هاد حاملي المشاريع كلها غادي تستافد وغادي توقع المواكبة ديالهم من طرف خبراء وفاعلين اقتصاديين من داخل الجمعية. وهذا الشيء كله راه كنديروه من أجل تقليص الفوارق ومن أجل إنشاء برامج ومشاريع تحارب الاقتصاد الاجتماعي. كنتمنى الدعم يساعدنا في تنمية ديال المشروع ويتوسع إن شاء الله. استفدت من هذا القرض باش غادي نقاد دار الضيافة ديالي اللي بغيت ندير. في إطار تشاركي وبعمل تكاملي مع مختلف الفعاليات المحلية، العمل والتفكير لرفع التحدي التنموي بإقليم خنيفرة رهان هدفه الإنسان والشباب ويرسم تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن. بجماعة قرية با محمد بإقليم تونات يحتفل الشرفاء الصافين على مدى 3 أيام بالموسم السنوي مولاي بوشت الخمار. وبهذه المناسبة سلمت هبة ملكية بالإضافة إلى توزيع مساعدات ذات طابع اجتماعي. روبورتاج نبيلة كوميمي، مصطفى الزاهري وحنان بن جلول. الله لا إله إلا الله.
هنا بموسم مولاي بوشتى الخمار ها هي تنطلق مظاهره الاحتفالية. هبة ملكية تقدم للشرفاء الصافيين في هذه المناسبة، كما توزع مساعدات ذات طابع اجتماعي لفائدة مرضى داء القصور الكلوي والقلب والأرامل المعوزات والأيتام. يطيب للشرفاء الصافيين أن يعبروا عن مدى تشبثهم وإخلاصهم وتعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد. هذا التقليد السنوي الذي ترتد عليه مختلف العائلات من المناطق المجاورة يعد فرصة لهؤلاء للترفيه على أنفسهم بعد سنة من العمل. كنجيو لهذا الموسم كنحيو سنة الرحيم كنتفيشطو وكنتسهراو. هذا الموسم هذا كيعجبنا زوين وكنرتاحو فيه. مخيرين وكنجيو معنا الأبيض من كل موضع من الخارج والداخل. هو محج سنوي يعتبره العديد مناسبة للترويح عن النفس، يعرف رواجا تجاريا واقتصاديا مهما نظرا للأنشطة الترفيهية التي تعرفها المنطقة طيلة أيام الموسم. وجهتنا الآن قلعة سراغنا واختتام فعالية النسخة 22 لموسم الولي صالح سيدي رحال البودالي، تظاهرة اتسمت بطابع صحراوي موريتاني إفريقي لم تغب عنه أجواء بوريدا التقليدية. روبورتاج مها كرومبي وعمر أجليدي. بمنطقة الدير وعلى بعد 50 كيلومترا عن كل من مراكش، قلعة سراغنا ودمنات، تتموقع سيدي رحال أو أنماي كما كانت تسمى قبل حلول الولي سيدي رحال بوذالي وإقامته بها. تتوسط جبال الأطلس وسهلي الحوز وتنسيفت تلاقح وتمزج بين حضارة الجبل والسهل يتجلى من خلال مهرجانها السنوي. موسم سيدي رحال البوذالي ومتنفس بالنسبة لسكان المنطقة وسكان المناطق المجاورة، جمهور غفير بطبيعة الحال يتمتع بمجموعة من الفنون وخاصة فن طبوريدا. حضور حفلة سيدي رحال بودالي من كل من الأقاليم الجنوبية وموريتانيا للمشاركة في هذا الموسم هو تأكيد على أواصر الروابط المغربية المتجدرة بعمق الأصول الإفريقية. الموسم عبارة عن صلة رحم وعبارة عن فعاليات متنوعة وكثيرة جدا، منها العروض الفروسية المتنوعة ومنها السهرات والندوات واللقاءات الثنائية. هي فرصة إذن لساكنة المدينة والذين يناهزون 10,000 نسمة للترحيب بضيوفهم بطريقة ثقافية وفنية تبرز خصوصية المنطقة السوسيو-اقتصادية. أزيد من 1200 طفل من الأحياء الهشة يستفيدون من المخيمات الصيفية لمجموعة العمران بالسعيدية. هذه العملية تستمر طيلة الشهر الحالي وتستهدف الاهتمام بالجانب الاجتماعي. روبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي وعبد الإله الشاب. مخيم السعيدية يقدم خدماته التربوية والترفيهية لفائدة مئات الأطفال الذين يستفيدون من ورشات تكوينية تتراوح بين المطالعة والموسيقى والمسرح، فضلا عن الألعاب الرياضية والسباحة والرحلات الاستكشافية. المستفيدون من عملية التخييم لمجموعة العمران عبروا عن ابتهاجهم بالاستياف على شاطئ السعيدية، معتبرين أن هذه التجربة مكنتهم من نسج صداقات جديدة وإبراز مواهبهم في الرياضة كما في الموسيقى والمسرح. وفي المخيم كنستافدوا بزاف ديال الحوايج مزيانه، من الاعتماد على النفس وكنديروا اصدقاء جداد من مدن جديده، ومن هانيش كنتعرفوا بيناتنا وكنجدوا اناشيد تربويه. كيعجبني المخيم خصوصا ديال العمران حيت كنرتاح فيه، كنحس براسي بحال في عائلتي، كيعجبوني فيه الانشطه التربويه والترفيهيه ومع صحاباتي كنحس بهم بحال خواتاتي. عجبني بزاف هذا المخيم وكنشكر كاع المسؤولين اللي سهروا على هذا لانجاح هذا المخيم الكبير واللي كل شيء زوين فيه. وتعلمت على انايا نعتمد على راسي من غير والديا. عجبني فيه بزاف د الحوايج، اكثريه السهرات، وعجبني فيه نعتمد على راسي بزاف، وتعرفت على بزاف د الاصدقاء من هنا.
تعجز ريد ماجد الاجتماعي لأطفال الأحياء التي تعمل بها مؤسسة العمران عن طريق التخييم، واحدة من المبادرات التي أطلقتها هذه المجموعة بهدف توفير بيئة معاشية والترفيهية الأفضل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستفادون من عملية مجموعة العمران على الصعيد الوطني، لسيما تلك المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دوريا الصفيح. الخاصية لهذا المخيم أنه صادف في نفس الوقت المخيم اللي كتكون به الأطفال ديال الشغيلة ديال المجموعة في إطار في دار الأعمال الاجتماعية ديالها، وكان الهدف منها خلق واحد التمازج اجتماعي ما بين الأطفال، وهذا هدف أسمى بالنسبة لنا أنه كاع وليداتنا المغاربة يستفدوا من نفس الامتيازات. وبالنسبة لموسم الصيف الحالي، قامت مجموعة العمران بإرسال الأطفال المستفيدين من مختلف جهات المغرب إلى مخيمات صيفية بالعديد من مراكز الاصطياف على غرار مخيمها الصعيدية، وأن تنظيم هذه المخيمات عهد به إلى الجامعة الوطنية للتخييم في إطار اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة. يترقب العلماء ظاهرة علمية نادرة مساء اليوم، حيث سيظهر قمر دموي في معظم أنحاء العالم، وسيتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف سيشهده القرن الحادي والعشرين. الخسوف الكلي سيستغرق ساعة واثنين وأربعين دقيقة وسبعة وخمسين ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل ثلاث ساعات وأربعة وخمسين دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا يؤكد أن الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الحرية الدينية بواشنطن شكل مناسبة للتعريف بخصوصيات التجربة المغربية وبمركزية دور مؤسسة إمارة المؤمنين. بالدار البيضاء، البنك الإفريقي للتنمية ينظم لقاء ترويجيا للمنتدى الإفريقي للاستثمار الذي سيقام بجنوب إفريقيا نوفمبر القادم للتعريف بأهمية هذه التظاهرة وأهدافها. اختتام فعالية النسخة 22 لموسم الولي صالح سيدي رحال البودالي بقلعة سراغنة بطابع صحراوي موريتاني إفريقي وحضور أجوائي الفروسية التقليدية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم على الأمان.